السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما نرى هذا الإنسان الأشعري اللطيف ونسمع هذه الكلمات: اللهم اجعلنا في الشدة صابرين ولقضائك راضين وفي الرخاء شاكرين. الله. ونقي قلوبنا من داء يأخذنا للجحيم وحسن ظننا بالمؤمنين. بالمؤمنين. آمين يا رب العالمين. تقول يا رجل: يا سلام، يا سلام على هذا الخشوع الذي تدعو به. لما جلس هذا الأشعري مع رجل بعمر أبيه، شيبة، شعره أبيض، رجل كبير في السن، قال هذا الأشعري: إن عقيدة المسلمين نفي علو الله سبحانه وتعالى. فلما رد عليه ذلك الرجل الكبير الذي في سن أبيه، قام فضربه على وجهه. نشاهد الفيديو. بلا جهة، هل عقيدة المسلمين؟ الله تعالى قال: ليس كمثله شيء. اسمع، اسمع للأخير، هل عقيدة المسلمين؟ اسمع، لا تخاف، لا أنت من الخطر. محمد بن عبد الوهاب بتسوى. خلاص. بولي على النبي. صلوا على النبي. خلاص. بولي على النبي. خلاص. بولي على النبي. هذه هي أخلاق الأشعرية. يعني رجل كبير في سن أبيك تضربه هكذا، تضربه على وجهه. طيب، هل هي أخلاق فرد من أفراد الأشعرية؟ لا. هذا مقطع ينشره الأشعرية، وانظروا كيف فعلوا. لا أقول إلى الحرب أدب عبد الوهاب بتدفع عبد الله. أضرب. وضعوا له أغنية أضرب. كاتبين عليه كلام، كاتب أضرب يا جبل، ما فهمت إيش بعدها كاتب، بعدين كاتب فريدت في أين هوند بكمت شليجي في أين هوند، يعني اللي يتكلم مثل الكلب أعزكم الله يضرب كما يضرب الكلب. طبعا هو كاتبها بالألمانية، وهذا الإنسان المجرم ساكن في ألمانيا في إيسن في مقاطعة شمال الراين، وعندهم مسجد هناك. هؤلاء الذين يقومون في مساجد الأشعرية، هؤلاء، هذه في جلسة خاصة لو لم تنشر على حساباتهم فرحين بها لما وصلت إلينا، وما خفي أعظم. وهذا ليس أمرا حادثا، راجعوا سلسلتي الآن فيها حلقتين ولا تزال هناك ثالثة، سلسلة التاريخ الأسود للطائفة الأشعرية، حلقتين بينت لكم فيها والله أمور مخزية. لسه الحلقة الثالثة لا تزال مسجلة مقيدة على الدفتر، لا تزال لم تسجل، لكن فيها أيضا من خزايا هذه الطائفة، كيف أنهم أخذوا عالم من علماء المسلمين، أخذوا منه زوجته بعد أن كفروه وفعلوا به. هذه ستكون بإذن الله الحلقة الثالثة، وسيكون فيها بعض المعلومات عن التاريخ الأسود لهذه الطائفة. ولا تزال إلى يومنا هذا هذه أخلاقهم وهذه أمورهم. تخيل هؤلاء لو كان عندهم سلاح ماذا يفعلون في المسلمين؟ هم الآن خواتم في أصابع السلطة، ولكن لو تمكنوا من مناصب حقيقية يستطيعون فيها أن يقوموا بأفعال لفعلوا بنا ما لا نتصوره ولا تتصوره أنت يا أخي الكريم. رجل بسن أبيك، بسن أبيك يمد يده على رجل في سن أبيه، تضربه على وجهه، يعني ضرب، وهذه الضربة بهذه الطريقة، هذه كف، هذه إهانة يعني. والأشاعرة فرحين وينشرون، واللي يتكلم مثل يا رجل، ما هذه الطائفة؟ ما أخلاقهم التي يتعلمونها؟ يقولون نحن صوفية، وأخلاق الصوفية غير شكل. هذه هي أخلاق الصوفية. أنتم ما أخذتم من أخلاق الصوفية إلا البدع، مثل هؤلاء الذين يقولون نحن نأخذ من الغرب الحضارة فيأخذون اللبس الفاحش ولا يأخذون شيئا من العلوم وشيئا من الانضباط في الوقت ولا كذا، لا يأخذون شيئا جيدا. هؤلاء لم يأخذوا من الصوفية. الصوفية فعلا، الصوفية في الماضي في الأزمنة السابقة كانوا يهتمون بالأخلاق، ولكن انظر إلى أخلاق هؤلاء، ما أخذوا إلا الطبل والزمر والتوسل بالموتى ودعاء الموتى. أي خلق هذا؟ بالله هذا الرجل، هذا الكبير الشيبة هذه، لو جلس مع كافر وقال له: يا رجل أنت كافر ودينك غلط وأنت مانك على الدين الصحيح، كافر، هل سيضربه هكذا؟
نحن حذرنا ونحذر من الأشعرية ولا نزال، لكي لا تخرج لنا مثل هذه الأشكال، لكي لا ينتشر بين المسلمين هذا الوباء، لأنه إذا انتشر مصيبة، والله مصيبة على الأمة. والله الفرق بينهم وبين الشيعة أن الشيعة حملت السلاح، فلما فعلت ما فعلت في سوريا الناس انتبهوا، إذا الشيعة سيئون. قبل ذلك كانوا يقولون عن الشيعة ما يقولونه اليوم عن الأشعرية. كذلك لما كان العلماء يحذرون من الشيعة كانوا يقولون يا أخي كلنا إخوة. لما شافوا الشيعة حمل الناس، يعني العوام، لما رأوا الشيعة كيف فعلوا في سوريا، كيف قتلوا المسلمين، وكيف هدموا بيوتهم، قالوا لا، إذا الشيعة سيئون، ما حذرناكم قبل سنين. لما الناس كانت مغترة بحسن نصر الله ويعلقون صوره وبطل وقاتل ما بعرف مين، الآن لما رأوا كيف لما تسلط على المسلمين ماذا فعل بهم، انتبه الناس. وهؤلاء الأشعرية نحن الآن نحذر، ولكن انتظروا حتى يمسك السلاح. الآن هم في لبنان هم مسلحون، جمعية المشاريع الخيرية في لبنان جمعية مسلحة، ولكنها لا تظهر للناس كتنظيم مسلح، ولكن اللبنانيون يعرفون أن هذا تنظيم مسلح، ولكنهم لا يستطيعون إبراز ما عندهم لأن لسببين. السبب الأول أنهم يتمددون الآن في أوروبا ولا يريدون أن أوروبا تحذر منهم لأنهم تنظيم مسلح، والسبب الثاني أساساً أنهم أضعف من التنظيمات الأخرى الموجودة في لبنان، فإذا ظهروا ويعني أخرجوا رؤوسهم ستكسر رؤوسهم من قبل تنظيمات شر منهم أو مثلهم في الشر. ولكن هؤلاء لو استطاعوا لأبادونا، لأبادوا المسلمين، لفعلوا بنا كما فعل أسلافهم من قبل بعلمائنا. وراجع حلقات التاريخ الأسود الأشعري، راجعها لتعرف هذه الطائفة ما هي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا.